بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال اليوم 27 من شهر رمضان المبارك، وحكم صوم الزوجة في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان؟ طبعا إذا كان شهر رمضان صوم واجب، ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من الصيام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ليس سؤالنا، سؤالنا فيما لو أرادت أن تصوم في غير شهر رمضان من أنواع الصيام الأخرى، صوم مستحب قضاء عما في الذمة، يعني واجب غير معين، فهل يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك أو لا إذا أرادت أن تصوم صوما مستحبا مثلا؟ أعزائي، إذا كان الصوم مستحبا على سبيل المثال، لابد أن تستأذن من الزوج في ذلك، فلو نهاها على سبيل المثال، فلو نهاها عن الصوم المستحب لا يجوز لها ذلك أن تصوم. وكذلك إذا منع الصوم، صوم الزوجة إذا منع عن حقه في الاستمتاع، يعني منع الزوج من حقه في الاستمتاع باعتبار أنه إذا كان يريد حاجته الشرعية من الاستمتاع ولكن بسبب الصيام تمنع زوجها من الاستمتاعات، أيضا هنا لا يجوز لها ولا يحق لها الصيام في حالتين. الحالة الأولى فيما لو نهاها عن الصيام المستحب أو الواجب غير المعين، وكذلك إذا منع الصوم من حقه في الاستمتاع، هنا في هذه الحالة أيضا لا يجوز لها أن تصوم. إذن لابد أن تأخذ موافقته في هذين الفرضين من أنواع الصيام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.